sir. Yes, sir. Yes, sir. Here it is. تجول بفرقه رئيسة مجلس او بلدية واشنطن ميوريل باوزر التي طبعا قررت هذا التجول من اجل الحد من تنقلات المتظاهرين ووقف الاحتجاجات واعمال العنف، لكن رغم ذلك وقعت اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة والحرس الوطني الذي نشر جميع عدده المتواجد في واشنطن المقدر ب 1200 عنصر نشروا هنا. مع ذلك وقعت اشتباكات، المتظاهرون القوا بزجاجات حارقه، الشرطه والسلطات الامنيه ردت بالقنابل المسيله للدموع وايضا الرصاص المرتضي. حدثت ريازه المسيري اكد لنا اصابه 60 عنصرا من عناصره على الاقل. البيت الابيض الذي ترى الخلفي باجراء غير مسبوق اضطر لاطفاء الانوار في حديقه البيت الابيض التي تراها خلفي من اجل تسهيل الرؤيه الليليه للحرس الحرس الخدمه السريه لرصد تحركات المتظاهرين. اللافت ايضا انه ترى هنا مثلا امام الفندق الشرير حقها فنادق واشنطن في ادمز الذي يقيم فيها الرسائل وخلفيات ايضا تعرض لبعض الخطاب واضطر لوضع لوحات خشبيه على بوابه كما ترى الخلفيه. ايضا المنطقه بالبيت الابيض التي تعرضت لعمليه سلب وسرقه في ساعات متاخره من الليل عن اسرائيل.
don't really have any idea. If you go to the one the next, it doesn't mean it's going to be him again. It's a logistical process, it's contagious. Yeah, thank you. Good to meet you. Nice to meet you. Yeah. I mean, I use it, but it's for you can check first the conflict of interest in the competition clauses. Hey, are you? It is Bayern, winner. How are you, Mike? Thank the Lord. I guess you got the word right. Not because the signal is that good. Yes, hi.
بالفعل علينا من مسؤوليه البيت الابيض بان هناك نقاش داخل البيت الابيض حول تحديد طبيعه هذه الكلمه ومدى توثيق هذه الكلمه على الاقل وكما خبرنا من المسؤول ان تعادل المسؤولين نصحوا بالقاء كلمه في الامه الى المكتب البيضاوي تدعو الى وحده الصف تتحدث عن الاجراءات الامنيه المتخذه وايضا عن تعاطف الدوله الامريكيه وليس الامريكيه كما فعل النبل المسؤولين من قاعده فيه حفظ يوم السبت الماضي عند اطلاق صاروخ سبيس اكس التعاطف مع استاذ جورج فلويد الذي توفي طبعا اثناء احتفاله من قبل هناك ايضا جدل داخل البيت الابيض حول الاجراءات التي يمكن اتخاذها في المرحله الحاليه سمعنا من الرئيس الامريكي يتحدث عن ادراج حركه انتيفا ضمن التنظيمات الارهابيه الرئيس الامريكي سيتكلم مع وزير العدل والاخبار ان هناك جدل مساله في التحديد والبيت الابيض ايضا هناك تحديات قانونيه تحت وجه وزارة العدل على إجراء تحقيق بشكل سريع وطبعا الدفع باتجاه محاكمة سريعة لهذا الشرطي بشكل يخلص من شيخ البروتوكولات المعتادة والمسار القضائي المعتاد الطويل لهذه الإجراءات وهنا تنتهي حدود تدخل البيت الأبيض في الإجراءات القضائية في النظام الأمريكي لا يمكن للرئيس الأمريكي أن يملي طبيعة الحكم أو سير المحاكمة لأن لكل شخص بريء حكتت مدى إدانته ما يمكن الرئيس الأمريكي فعله في هذه المرحلة وهنا الدعوات للرئيس الأمريكي لإلقاء هذه الكلمة هو التطرق لما يراه الكثيرون في الولايات المتحدة عنفا واستبدادا في نوعا ما في بعض الدوائر السلطات الأمنية والشرطة في بعض الولايات الأمريكية ولا سيما الظلم تجاهه والإجحاف في حق الأقليات من أصول أفريقية فالرئيس الأمريكي أشار إلى ذلك وهناك حديث داخل البيت الأبيض ربما لتشكيل فريق عمل لدراسة هذه القضية على مستوى وطني وطرح حلول ومقترحات لمعالجتها في المستقبل. Right. How are you? Good to see you. Yeah. How are you?
money, man. A lot of gray hair, man. You got for all that. Look at this guy, man. He looks like he's about 15. Yeah. I hope you don't get fucking corona. It's busted. Good bar. Yeah. Are you getting into the gym? You're getting into the it out. Well, they're that fucking stupid, they don't deserve it. Yeah. You know? You may not want to go over that way. You may want to stay closer to the earth. Yeah. 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 That's lingering tear gas. Wow. It's dumb, dude. Yeah, got in my throat. Hey, Tony, yes, I'm fine. I'm down at the White House. Oh, well, I'm in Lafayette Park now. What's that? Yeah. Hey, I put those rags on top of the dryer. I don't know, it's folded over. It should be the smaller one and the bigger. Look, yeah, they're both there. You only got one? They should be open together. I put two. No, just two rags that were in there. I know they're trying to.
You sure you didn't leave him somewhere? No, that's all. Unless. Did you sure you didn't do two loads? Yeah. No, it was a little small one. It was a small one and a t-shirt. Anyway, okay. Yeah. Okay. Okay, no worries, buddy. All right. Hey, Leg. How are you? What do you want to do, it here or here? Hug a ride in, Leg. No accident today? Good. All apart over here. All apart. You come over here, just upset my whole world. Yeah. All I got is this little corner right here. You just take it. Thank you.
Listen, I knew if you needed me, you would never want. But, and of course, there's all the guys. Nobody else is telling me shit, you know? Yeah. Oh, it's like, no, I'm down here, Craig. No. I speak English sometimes too. Sometimes I can even speak English. Well, he doesn't speak English so well. He's like, yeah, yeah, yeah. He's other languages. Exactly. Yeah. I was making the name.
It's Michael, how are you, brother? I'm good, brother, how are you? I think I have a 10 o'clock with wife coming up. Thank you.
or you want to? Okay. Okay. It worked really well. I mean, did it ever not work? It was pretty easy. No. It's all wet, right? Just take a microphone. I'm going to go.
with you, Joe. We're coming up, Jeff.